رئيس الوزراء قال أيضا خلال لقائه عددا من وسائل الإعلام أن العراق يحتاج إلى تحريك كل ما هو إيجابي من داخل الدولة ومن خارجها، مؤكدا أنه ليس جميع السلاح داخل الدولة منفلت، هناك فساد، لكن بالمقابل هناك رغبات كبيرة في معالجة هذا الفساد. ليس كل السلاح خارج الدولة، هناك سلاح كبير وكثير لعله الأهم داخل الدولة. نعم هناك فساد كبير، لكن أيضا هناك دعوات ورغبات للإصلاح أيضا كبيرة تواجه. فعلى الضد مما تفضل به جنابك أنا أراهن، لذلك قلنا دائما نحن نحتاج إلى حركتين وليس حركة واحدة، نحتاج إلى حركة لتحريك كل ما هو إيجابي داخل الدولة، ولدينا كثير من السلبي تفضلت به، هو كثير من السلبي، لكن أيضا هناك إيجابي، علينا أن نحرك من داخل الدولة كل ما هو إيجابي، وعلينا أن نحرك من خارج الدولة كل ما هو نظيف وبريء عن هذه السلبيات التي ذكرتها في داخل المسارات الحالية. فنحتاج إلى شركاء بعيدين عن هذه الأوساط. وحول قضية نقل الفريق عبد الوهاب الساعدي إلى إمرة الدفاع، أكد عبد المهدي أنه لن يتراجع عن قراره، مبينا أن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب قدم طلبا بنقل الساعدي وليس القائد العام للقوات المسلحة من أوصى بذلك. قرارات مدروسة وقرارات أصولية، ولا تراجع عن مثل هذه القرارات. غير أصولية لأن هناك طلب من رئيس الجهاز بنقل الفريق عبد الوهاب، ليس القائد العام الذي أوصى بنقله، وإنما رئيس الجهاز، والقائد العام استجاب لطلب رئيس الجهاز، لأن لا يمكن أن يكون لدينا في جهاز مهم رأسان وتدار مثلا بوجهات نظر مختلفة، فبالتالي نقل إلى ما هو مشرف، يعني وزارة الدفاع والأمر، ليس أمر هين حتى يستهان بها كأنما هذه ضربة أو كأنما هذا تنقيص شأن. الضابط ما يختار موقعه، الضابط يختار له الموقع، الضابط ما يختار أوامره، الضابط يؤمر، وإلا لا تكون لدينا مؤسسة عسكرية. المؤسسة العسكرية مؤسسة أمر وتنفيذ أمر وسياقات.